عندك في ان شاء الله تمام. ايش اسم المكان هذا يا ابو؟ هذا الجبل اسمه جبل تنعيم وهذاك الجبل اسمه جبل نعيم. هذا اللي قدام اللي قدام هذا جبلين متقابله تعتبر طلعه مطل في شمال مكه. نعم في شمال مكه اكبر يعني جبل متصل تقريبا جبلين متصله ما شاء الله. الجبل هذا اللي هو التنعيم وجبل النعيم.